شكرا لكم، مرحبا بك موقع عبير، مرحبا بك خويا سي محمد في المنزل ديالي كما ديما، مرحبا بكم، مرحبا بالناس. انت حكين واحد التغيير، شنو هو؟ والله التغيير زعما غادي نتغير ان شاء الله الرحمن الرحيم، مازال غادي يشوفوا المغاربه وغادي يشوفوا بزاف ديال التغييرات وغادي يشوفوا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله الرحمن الرحيم، وانا تندرس هذا الشيء مع الناس اللي غادي يعاونوني باش نتغير بزاف ديال الحوايج من اسوء الى الاحسن كما كيقولوا لها. فتيحه حسيتي براسك انك بغيتي تعيشي ايامات سعيده؟ بارك عليك من الصباح. من طبيعة الحال شكون اللي كره يعيش سعيد، وشكون اللي كره يعيش مرتاح وهاني؟ حتى واحد ما كره. فتيحة كتوجدي الزواج ديال الزوج ديالك؟ كنوجد ليه، ودرت درت واحد الفيديو راه غادي يشوفوا المغاربه، درت واحد الفيديو ديال الطقس ديالهم هما، كيفاش كيتبع واحد المراسم، قال لك مده 15 يوم كيدير واحد سميتو اللحم ديالهم العرسان، وقال لك راه قال لمرتو اشنو دير هي، وحنا متبعين مع داك الشيء. عاودي لنا هذاك الفيديو انك لبستي الحنه. ماشي دابا على فكره راه بزاف ديال الناس راه تيسحب لهم هذاك حنه عفوا، هو راه فيه فقط معلقه ديال الحنه، كاين الغسول، كاين البيضه شي الا سبعه رجال، كاين كاين الزعفران شعره سبعه ديال الشعرات، كاين النيلة الحره، وكاين العكر الفاسي، هادشي اللي فيه، وسميتو مزهر. طريقة باش درتي لي ديك الحنه، واش كاين داكشي في التقليد ولا؟ كاين في التقليد ديالهم، في التقاليد ديالهم، حيت كله التقاليد ديالو، التقاليد ديالهم قال لك هما كيديروا هكاك مدة سبعة أيام. العريس قال لك باش يكون هو راه شرح لهم هادشي في القناه عندي، قال لهم باش يكون مستعد، وكتحيد منهم قال لك الا كانت شي تقاف ولا كانت شي حاجه ولا كتحيد منه، قال لك تيكون مستعد للمراه، قال لك باش يدخل عندها زعما جاهز بكل القوه ديالو. هادشي اللي قال لي ودرتها لي انايا. فتيحه الفيديو اللي درتي ليه واش كانوا بزاف ديال الانتقادات ولا بزاف ديال ما عرفت انتقادات؟ سكتي، شبعوا فيا سبان الله يسمح ليهم، ولكن انا صافي ولفت هادشي، ولفنا معاهم هادشي، فيه بزاف ديال الانتقادات، فيه بزاف كاين اللي تيعايرني، كاين اللي تيعايرو هو، كل شيء يقول، ولكن ما مسوقاش ليهم على حقاش هما مع انا هذيك عادات، قال لي ديري لي العادات، غنقول لي انا لا، وقلت لي صافي مرحبا، انا ماشي درت زعما شي حاجه اللي انا زعما اللي هذا، قال لي ديري لي العدد ديالنا، قلت ليه مرحبا درت لي العدد ديالهم. فتيحه غادي تولي عندك دره، واش انت مستعده؟ من طبيعه الحال، حيت ما غاديش اولا راه شرحت لهم هذا الشيء، ما غاديش تسكن معايا، ما غاديش الا بغات تجي هي ويا مره هي عندها دارها، عندها شغلها، دايره قالت لك هي بغات هي عير زعما بغات هي تزوج، وهادي بغات قالت لك دير حياتها، الا كتب الله قالت لك بغات تعير وليد ولا بنيه، ما عندهاش انا باش غادي تشكل زعما عليا شي مشاكل ولا شي حاجه، وهي راه دارت معاها قالت لك غادي تقوم بالواجب ديال كلشي ديال العرس والخطبه، هي اللي غادي تجيب لي الخطبه، غادي تعطيه الصداق، دايره معاه 100000 ريال، باش نقولها لهم هكا باش يفهموا، دايره معاه غادي تعطيه 100000 ريال ديال الصداق، والله يعاون الله يكمل عليه، علاش لهذاك حقه الشرعي عطيه ليه الله. كيفاش هاد القضيه دابا كنا كنسمعوا ان الزوجه هي اللي كتقلب على الزوج، هو اللي كيقلب على هاد المسائل باش يعطيهم للزوجه ديالو، دابا ولينا كنشوفوا العكس. لا هذا لا مود جديده، ولات ردوا البال، هادو راه ولاو العيالات تيتخطبوا الرجاله، وراه شوفوا قسما بالله وراه ماشي عير هادي، ولا راه كانوا كيعيطوا عليه بزاف، وكانوا كيهضروا معاه، كنكون انا مريحه، تيهضروا معاه وتيعيطوا لي تيقولوا لي بغيناك، وحده كانت كتقول لي راه شحال هادي وانا تنقلب على النمره ديالك، شحال هادي وانا تنقلب عليها، بغيت هي النمره ديالك، بغيتك تتقول لي بغيتك، بحال كنسمع فيها كتقول لي بغيتك. ما كانش كيحرك فيك شي حاجه ديال الغيره شي حاجه؟
ايوا هي من طبيعي. واحد المره تناقشت انا ويا على وحده تناقشنا وهي تقول لي ويا مالها، قلت لها ما مالي اختي والو، قلت لها سمحي لي صافي. هما هو بغا وزيدون معاه، هو دابا قال لك ما خدامش، عيا قال لك عييت، وهذا قال لك اللهم، قال لك السيده بغات تهزو، بغات تصرف عليه. قالت لي حتى المدام ديالك ولا وليداتك انا ما محتاجاش لا من هذا المنبر، تقولها ليها انا خدام على ولادي من زمان يا رحمن، انا ما محتاجاش لها. هي قالت لي زعما تمراتك وكل شيء على حسابي ووليداتك وهادي. المهم صيفطت لي حتى انا ديك النهار، شرت لي كادو، شرت لي بلغه وداك الشيء وداك التخربيق وداك التخرميز، وشرت لي حتى انايا شرت لي كادو. والمهم قالت غتجيب لي الخطبه، راه يلا هضرت معاه يمكن البارح ولا البارح، باقي قالت لك ما وجدتي المكانه والخاتم وداك الشيء. المهم راه كتوجد باش هي تجيب الخطبه. فتيحة ما كتقلبيش على راسك القيداتك انك ديري مشاريع وديري حياتك الخاصة؟ من طبيعة الحال ما كرهتش، علاش لا، شكون اللي كرهتش؟ ما كرهتش ندير بزاف ديال الحوايج ونعيش مزيانة ونعيش مرتاحة، علاش لا، حتى واحد ما كره يعيش مرتاح. واش لقيتي انتقادات فاش وليتي كديري هاد اللباس اللي انت مرتاحة فيه حاليا؟ كاينين انتقادات، ولكن دابا هما خاصهم يعرفوا واحد الحاجه، واش دابا انا بوحدي مثلا هذه بيجامه، واش دابا هذه البيجامه انا بوحدي اللي لابسه؟ راه بزاف ديال النساء المغربيات راه تيلبسوا هذا الشيء، وكاينين وكاين ما اسوء. راه قلتها لهم ديك النهار واخا هما بقى فيهم الحال، ونهار اللي قلت لهم نهار اللي قلت لهم كينافقوا، راه كاين ما اسوء، كاين ما اسوء. هذا الشيء انا راه يبان لهم لا شيء، هادشي ديالي انا وهاد اللبس ديالي وداك الشيء اللي درت كاع شحال هادي، وداك الروتين اللي كي اللي تيعاتبوني عليه اليومي انا، هذا ويا ما عرفتش فين هو اللوجيك في هادشي ديال المغاربه، ما عرفتش فين هو. واش بنادم تيدخل تيشجعك في ملي كتكوني واحد لابسه واحد اللباس وفي الاخر تيقولك احنا ما تيشرفناش هادشي، وشكون اللي كيتفرج في داك الشيء؟ راه المغاربه باش نكونوا واقعيين، انا راه يبغيوني ولا يكروني، راه هما اللي كيتفرجوا هما اللي كيشجعوا داك المحتوى. علاش انا نهار اللي درت واحد المحتوى زوين فين هما هاد الناس؟ علاش ما شجعوش لي هاد المحتوى اللي زوين؟ واش هاد المحتوى هذا زوين ولا انت مرتاحه في هاد اللبس؟ لا انا لبسي مرتاحه في، انا لبسي وقسما بالله انا كنلبس هكا، وكنلبس حتى الديباردور تنبقى فيهم في الدار، ولكن انا ملي ديك الايام نايضين وهذا تضطري تلبسي شي حوايج انت ما مرتاحاش فيهم، انت ما كتلبسيهمش بحال عيل كديري لهم خاطرهم وصافي. فتيحه عندك نظيفي؟ سمحوا لي عفوا، سير تجلس ولدي طلع. اللي غادي نقول لهم غادي نقول لهم راه هكا لبسي وكنرتاح فيه، راه هكا تلبس، راه ماشي زعما تنتصنع ولا شي حاجه ولا زعما باغا نثير الجدال ولا هادي، لا انا راه النهار اللي خرجت لهم بالروتين راه خرجت لهم بوجهي مكشوف، وانا راه ما عنديش هذاك الشيء مع التلاوي، انا راه عندي نيشان نيشان، وهكا لبسي وهكا تنرتاح فيه. بغيت صحيح واحد المعلومه فتيحه، قول لهم باش نعرفوا انك انت كوغيك صريحه، ما كاينش هكا هكا هاد اللباس انت درتيه غير باش ترتاحي فيه ولا درتيه شي حاجه اخرى؟ لا انا دايره مرتاحه فيه، انا كنلبسو. انا ملي جيتي دابا الاخ محمد جيتي لقيتيني لابسه، جيتي لقيتيني لابسه بيجامه هادي في الدار عادي جدا، هكا تلبس ماشي درتو على شي حاجه. سي محمد شنو كيقول في الزواج ديالو؟ فرحان قال لك واخيرا غيعيش الحياه، وشوفوا تصنتوا ليا يا العيالات، ضربي تماره مع الراجل 21 عام وخدمي في الديور وخدمي في الميناج، وملي تبان ليه الفلوس يقول لك بقر كلك تتلصقي مع الارض. قال لك بغى يعيش مرتاح، واخا هو تيقول لي لا ما غنفرطش فيك وداك الشيء، تيقول لي انا ما غاديش نفرط فيك، ولكن قال لك بغى يعيش هو مرتاح. وعيا قال لك من سميتو، عيا قال لك من تماره، وعيا من الميزيريا بهذا المعنى هذه.
شي عادي نقول كلمة أخيرة للجمهور ديالك. كلمة أخيرة للجمهور ديالي، كنبغيهم بزاف، كنبغي الشعب المغربي ككل داخل وخارج الوطن، وتنشكرهم بزاف، وتحياتي لهم كبيرة، وكنبغيهم وتنحماق عليهم وتنقول لهم شجعوني شجعوني باش نتغلب على ضررتي وسي محمد.